سلام الله عليكم متابعينا. كان في زمان بعيد عن هذا الزمان قبيلة يهودية تسكن المدينة المنورة تسمى بني قينقاع، وحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهدهم على أن للمسلمين دينهم ونفقتهم، وأن لليهود دينهم ونفقتهم، وأنه سيقوم بالدفاع عن المدينة مع المسلمين في حالة التعرض لأي اعتداء. ولكن ما حدث غير ذلك، فقام بني قينقاع في يوم بدر بالتعاهد مع قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يهزم هو ومن معه، ولقد أخلف الله تدبيرهم وانتصر المسلمون. وعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر غض البصر عنهم وتركهم. وكان بنو قينقاع يعملون في الصياغة والحلي، وفي يوم ذهبت امرأة من المسلمين لسوقهم لكي تشتري الحلي، فطلب أحدهم منها أن ترفع وشاح رأسها لكي يراها، فرفضت تلك المرأة المسلمة، ولكنهم لم ييأسوا، فقام أحدهم بربط طرف من ملابسها إلى ظهرها، فحين استعدت للرحيل انكشف جسدها، وأخذوا يسخرون منها، فبكت المرأة المسلمة وصرخت واستنجدت بمن حولها، فسمعها أحد المارة من المسلمين، فقتل الرجل المسلم الرجل الذي فعل بها هذا، أو ضربه ضربا مبرحا، فغضب يهود بنو قينقاع على المسلم وضربوه حتى قتلوه. وعندما علم أهله بذلك استنجدوا بالمسلمين، ووقع الشر بينهم وبين اليهود. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجمع الصحابة وجهز جيشا وانطلق سريعا إلى حصون بني قينقاع، وجمع اليهود في السوق وذكرهم بالعهد الذي بينه وبينهم، وحذرهم من إيذاء المسلمين، فقال لهم: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد علمتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فما كان من اليهود عندما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردوا بتبجح، وقالوا: يا محمد، لا يغرنك إنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله إن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس، وسترى منا ما لم تره من غيرنا. فأسرع بنو قينقاع للتحالف مع الخزرج، والذي كان يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكي يقفوا بجانبهم إذا وقعت حرب بينهم وبين المسلمين. فنزل قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رفضوا ما طلبه منهم من كف الأذى وكشف عورات المسلمين، واستمر الحصار 15 يوماً، وقذف الله في قلوبهم الرعب حتى اضطروا إلى التسليم، ورضوا بما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم ونسائهم وذريتهم وأموالهم. فجاء عبد الله بن سلول بعدما مكن الله رسوله منهم وقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل ابن أبي يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. فقال: لا والله، لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حسر و300 دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرئ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك على أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا بها، وأمر بإجلائهم. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم من مال، وقد تولى جمع أموالهم وإحصائها محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وقد خرج بنو قينقاع صاغرين، واستغرق خروجهم 3 أيام، ذهبوا إلى حدود الشام وسحبوا معهم النساء والذرية، ولم يدر الحول عليهم حتى هلكوا،
بدعوته صلى الله عليه وسلم في قوله لابن أبي: لا بارك الله لك فيهم. وقد سيطر بعدها الرعب على اليهود فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله قصتهم في القرآن الكريم في سورة الحشر.